على الأدب العربي ككل، وكذلك على الأدب الإسلامي والتراث اليهودي. عبرت هذه الحركة عن الاتجاهات الأدبية ومفاهيم الهوية، وفي بعض الأحيان عبرت عن التأثيرات اللاهوتية. إن نقطة انطلاق هذه المحاضرة ترتكز على أن اللغتين العبرية والعربية تفاعلتا على مر التاريخ العربي والإسلامي، وما زالتا تتفاعلان وفق الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية والأيديولوجية. As we were talking, both languages, Arabic and Hebrew, had integrated and had very common bases, such as the religious concept. هذا التبادل الثقافي التاريخي منوط بعوامل عديدة قد تثري هذا التبادل أو تضعفه بل وتمحوه في بعض الأحيان. إن التأمل في سؤال الآخر في كل من الأدب العبري والعربي يظهر أن هناك عداوة وقرابة بين الأدبين على حد سواء. Relationship between both languages, we can describe it as they're both friends and enemies at the same time. Many factors affect this relationship between the two. وأن نطاق معاني التمثيل الآخر يتأثر بالتقلبات التاريخية والتغيرات الثقافية. All of the historic and cultural changes affect this band between the two as well. في الفترة الكلاسيكية والعصور الوسطى كان التبادل الثقافي واللغوي على أشده، وقد استعملت العربية كلغة مسيطرة آنذاك في التفاسير الدينية اليهودية والكتابة الثقافية اليهودية على العموم. Back in the before the classic period, Arabic was very controlling and it affected and was translated into Hebrew and many factors also affected this. Arabic was in a very controlling sea. فالعمل الأدبي للحاخام سعاد يجاؤون في القرن العاشر وإدخال الأنواع الأدبية العربية إلى العبرية واليهودية، الكتابة باللغة العربية الأدبية وترجمة التوراة إلى العربية أي Translating سعاد يجاؤون into from Arabic to Hebrew and both Hebrew to Arabic. التفسير، وكذلك العمل الشعري لدونيش بن لفرات وإدخال الوزن الشعري العربي على الشعر العبري، كلها مؤشرات واضحة على سعة هذا التفاعل اللغوي والثقافي. This integration was represented in translating the pieces of poetry from Arabic to Hebrew and both Hebrew to Arabic. ومن الجدير في هذا السياق ذكر مؤلفين يهود في فترات تاريخية مختلفة تنقلوا بين اللغات والثقافات. الشاعر صموئيل بن عادية ابن عصر الفترة الجاهلية وما قبل الإسلام، الحاخام مشي بن عزرة وكتابه الشعري كتاب المقالات، الحاخام يهودا هليفي شعره كتابه في الفلسفة باللغة العربية اليهودية. We have to mention many others from different periods of time, historical periods of time, who were translated and also who had pieces of work in poetry and in literature, both in Arabic and Hebrew, but I can't say the names if you go back. هكوزاري وترجمته للمتنبي، الحاخام يهود الحريزي الذي كتب الشعر والمقامات باللغتين العربية والعبرية وترجم مقامات الحريري وكتاب بوريري بوخيم لموسى بن ميمون الرمبام إلى العبرية، وعائلة ابن تيفون من المترجمين الذين نقلوا العديد من الأعمال من العربية إلى العبرية. There were also families of who translated work from Arabic to Hebrew, and also there was the book of بن ميمون which was translated into Hebrew as well. وسأدرج في هذه المحاضرة على سبيل المثال
بدأ تشابك اللغتين العربية والعبرية في الطقوس الدينية ليهود المشرق عامة وليهود اليمن على وجه الخصوص. In this lecture, I'm going to focus on how the two languages were integrated and how this bond between the two affected the religious concept and also the Yemen Jews. كيفية التفاعل المتين بين اللغتين على مستوى التفاسير الظاهرة والباطنية. This is represented also in the explanations, religious explanations. من أجل تقريب التفاسير والتعاليم الدينية اليهودية لخدمة المجموعات السكانية اليهودية اليمنية واليهودية بشكل عام. In order to explain and to explain the religious concepts for the Jews, they were translated. ويرتكز التحليل على توجهات عديدة بالتفسير الديني والطقوس الدينية وبالأخص كتب الحاخام سعاديا جاون أو سعيد بن يوسف الفيومي والحاخام موسى بن ميمون الربام. وأنا هنا أعتمد على بحث And therefore many religious standards were also given and also explained in the books of Saadia Gaon and the other authors. بروفيسور إيلي شلوزبرغ من الجامعة من جامعة بار إيلان. من الجميل إيلي شلوزبرغ from Bar Ilan University. أن نتوقف قليلا عند الموضوع الأخير. ففي بلاد الإشكناز في أوروبا الغربية مثل فرنسا وفي الدولة البيزنطية. We have to stop for a minute and to talk about the European side. We're going to talk about the France and. كتب اليهود مؤلفاتهم بالعبرية في إسبانيا، مصر وشمال إفريقيا. وعمليا في كل البلدان الواقعة تحت حكم المسلمين كتب اليهود معظم مؤلفاتهم ما عدا الشعر. Jews who wrote their art of their work of art, their poetry and literature in Hebrew, and they were located in places in Islamic countries such as Spain. اللغة العربية اليهودية أي بلغة عبرية بأحرف عربية فقط في اليمن. They wrote in Hebrew with Arabic letters. اعتاد اليهود أن يدمجوا في نفس المؤلف اللغة العبرية واللغة العربية اليهودية. And therefore Jews combined both languages in their in what they wrote. أحيانا فعلوا ذلك في نفس الفقرة ونفس الجملة. Sometimes they even did it in the same sentence or in the same paragraph. مع ذلك لم يعتمد مؤلفو كتب المدراج في اليمن مثلا العربية فقط في كتاباتهم. Despite of that, the authors of the books of Midrash in Yemen, they didn't follow, they weren't based only on Hebrew. إنما استخدموها في تفسير الكلمات والآيات. وقد they also used it in explaining all the religious places. حذوا في ذلك حذو الحاخامات الجيونيم في بابل وعلى رأسهم الحاخام سعاديا جاون وعلماء إسبانيا وعلى رأسهم عالم النحو الحاخام يونا ابن جناح. And therefore they followed Saadia Gaon and other authors and researchers such as. كما ذكر سابقا استعملت كتب المدراج في اليمن أو استعملت كتب المدراج في اليمن كلمات عربية من أجل تفسير كلمات وآيات التوراة. The books of Midrash in Yemen also used Arabic words in order to explain words from the Torah. ذلك فإنهم تبعوا الحاخام سعاديا جاون الذي مهد الطريق أمامه. لقد استعان الحاخام سعاديا جاون بالعربية وبالحضارة الإسلامية في كل مجالات إنتاجه. Saadia Gaon used the Arabic language and also the Islamic culture in all of his work. قواعد واللسانيات تفسير التوراة والفلسفة والصلاة. Including linguistics and literature in order to explain how to pray and how to fast and so on. تأثير أدب المجتمع الإسلامي والعربي المحيط به على كتاباته ظهرت من خلال تبنيه أنماط كتابة وأسس أنماط كتابة وأسس تفسيرية ولغوية وكذلك بتصميم الأفكار.
The effect of his Islamic or his Arabic environment was represented in his work and how he wrote and translated. يظهر تأثير العربية بشكل واضح في تفسير الحاخام سعدية جاؤون للتوراة مثلا. We لم may see this as well in how Saadia Gaon was translating the Torah. يقول الحاخام سعدية جاؤون أول من فسر التوراة بالعربية، لكن And we can see that he was the first one who translated or explained Torah in Arabic. كان الأول الذي كتب تفسيرات وترجمات منهجية ومفصلة لأجزاء واسعة من التوراة. He was the first one to write detailed explanations of it. في هذه التفسيرات استعان عدة مرات بتفسيرات من علم الصرف نحوية ومعجمية مصدرها اللغة العربية، العربية العالية والمعيارية وكذلك العامية. And in order to do so, he used and he was based on a Arabic linguistics. أحيانا كان يتبل أقواله بأمثال ومقولات مألوفة بالعربية. He was even kind of seasoning his art of work by giving sayings in Arabic. أكثر من ترجمة كلمات من التوراة حسب علم المفردات المعتمد على اللغة العربية. And explaining all of the different concepts according to how they were explained in Arabic. لقد ظهر التأثير الإسلامي بشكل واضح على الحاخام سعدية جاؤون من خلال استعماله الواسع للمصطلحات الدينية الإسلامية في مؤلفاته مثل استعمال He even used Islamic concepts القرآن كلقب للتوراة ورسول كلقب لموسى وكاهن للكاهن اليهودي كهين وإمام. He even used the رسول which means prophet in order to describe or to talk about Musa and he used other Islamic concepts. كلقب لممثل الجمهور الذي يخوض الصلاة. إن تأثير العربية الفصحى على الحاخام سعدية جاؤون يظهر ليس فقط على مستوى يظهر ليس فقط على مستوى المضمون وإنما في الشكل الخارجي للكتب مثلا في المقدمة. This effect of the Islamic and the Arabic language on Saadia Gaon is represented not only in the context of his work but also المقدمات التي قدم بها لتفسيراته للتوراة ولكتبه الدينية الفكرية واللاهوتية. But also in his books and his briefs that he wrote for his books. على ضوء كل ما سبق يمكننا القول إن الحاخام سعدية جاؤون تأثر كثيرا باللغة العربية وبالأدب الإسلامي وإن ذلك ظاهر في كل مجالات تأليفه وخصوصا تفسيراته وللتوراة. With all that said, we can say that Arabic and Islam is was affecting Saadia Gaon and how he wrote books and how he explained a lot of stuff in Torah. هو يمثل عينة من جالات التأثر اللغوي والثقافي كما عهدناه في مثال الحاخام سعدية جاؤون وآخرين. This is an example of how both two languages are integrating together and we can see this as an example in Saadia Gaon's books. مترجم لهذا الأدب وإيرز بيتون الذي يدخل في كتاباته العربية المغربية إلى العبرية وكذلك هناك مؤلفون فلسطينيون كثيرون بالعكس كتبوا بالعبرية وبعضهم مارسوا And the same thing, there were also Palestinian authors who wrote using the Hebrew language. الكتابة بالعربية أو الترجمة بين اللغات. In order to write in Arabic or to translate between languages. جدير في هذا السياق التوقف قليلا عند ظاهرة الكتاب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل
الذين يكتبون بالعبرية والذين يجدون أنفسهم في صراع مركزه أسئلة الذاكرة والنسيان والفحص And over here we have to stop and talk about the Arabic citizens of Israel and how they write their books لهوياتهم الأخرى. Using the Hebrew language in order to write about their identity and many other subjects. باللغة العبرية سياق قومي صهيوني فإنها تصبح أكثر تعقيداً. This becomes very complex because they're also from the political field. It's also a big a problem despite the identity. أولاً يمكن أن يؤدي استخدام اللغة ذاته إلى إنشاء هوية هجينة. Using the Hebrew language might create kind of a fragile identity. أو حتى أجنبية وفقدان المصداقية. Or even foreign identity for the Arabic citizen. ناحية أخرى ممكن اعتبار هذه الكتابة أدباً أقلوياً مينورياً حسب اللغة السائدة ولكن And we can also say, or even people might think that this work or this writing is middle class kind of. إنها تتحداها وتخلق أزمة في نظامها التمثيلي. Or others might take it as a challenge, a political or cultural challenge in the country. لم يكتب المبدعون الفلسطينيون باللغة العبرية أو حتى باللغتين سوية قبل تأسيس دولة إسرائيل. Palestinian authors didn't use Hebrew before Israel, before 1948. في الواقع بدأت هذه الظاهرة تتشكل فقط منذ الستينيات. This phenomenon started in the 60s. الأول الذي كتب بالعبرية كان عطا الله منصور. المؤلفون الذين ينتمون إلى جيل لاحق هم نعيم عرايدي وأنطون شماس. The first author who did so was عطا الله منصور and many others followed him like شماس. من الجيل الثالث الذي نشأ ونضج في السبعينيات والثمانينيات نذكر والتسعينيات سيد قشوع وأيمن سكسك وسلمان مصالح. And from the further on the in the 70s, the 80s, and even the 90s, we may remember سيد قشوع and many other others who did so as well. إن حالة أنطون شماس كواحد من كتاب الأدب الفلسطينيين الذين مارسوا الكتابة بالعبرية هي حالة فريدة ومتميزة. أنطون شماس also did that, but his situation was very unique. درس في مدرسة حيفا في مدرسة في حيفا حيث كانت لغة التدريس العبرية ونشر كتابه أرابيسك. He was a pupil in one of the schools in Haifa, and he learned in Hebrew, and he also wrote the book Arabesque. In 1986 بالعبرية. In Hebrew in the 80s. كتب شماس باللغتين العربية والعبرية وشارك في الترجمة من العبرية إلى العربية ومن العربية إلى العبرية. And therefore Shammas wrote in both languages. He wrote in Arabic and in Hebrew and he also translated both directions. بعد عام من نشر كتاب أرابيسك غادر شماس إلى الولايات المتحدة ويعمل أستاذا في جامعة ميشيغان في أن أربور. After a year of writing the book Arabesque, he went to the US and he is a lecturer. في روايته اختار شماس أن يكتب عن الآباء الأصليين أو المتخيلين. تبدو الرواية ظاهريا سيرة ذاتية ولكن فيها تحديا مستمرا لسلطة الراوي ووحدته. In his books he wrote a lot about the ancient or the oldest generations. تصب قصة عائلة شماس منذ بداية القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر. وتتشابك الحلقات المنظمة كقصة بوليسية ترصد حياة شخصيات مختلفة في القرية. Which was representing the Shammas family and many other characters in his village. يتم تمثيل المواجهة مع إسرائيل اليهودية في الرواية من خلال العلاقة الموصوفة بين شماس الراوي والكاتب الإسرائيلي المتخيل اليهودي يوشيبار أون في إشارة إلى شخصيات آل بيت يهوشوع الذي كانت لشماس معه بالفعل نقاشات معروفة.
This novel also represented the conflict between the two sides, the Palestinian and the Israeli. According to Shammas, the character, and another character in his novel, which was a Jew from Israel. حظيت الرواية بالاعتراف وسرعان ما جعلت شماس خلال فترة سريعة كاتبا يهتم به العديد من الباحثين الأدبيين في إسرائيل والعالم. This novel was a big success and therefore also Shammas was well known among many international authors. تمت ترجمته إلى العديد من اللغات ولكن ليس إلى العربية. It was also translated into many languages but not to Arabic. جزء لا يتجزأ من الأدب العبري. And this is a very important work of art in the Hebrew literature. إذن أين العربية في هذا الأدب؟ التفاعل الثقافي بين العربية والعبرية هنا يتم بشكل مضمر وغير مكشوف. الكتاب الفلسطينيون الذين يمارسون الكتابة بالعبرية يأتون من لغة أم أخرى من خلفيات ثقافية عربية بالأساس. We then see over here the integration between the two languages in which the author is not a Hebrew, is not a, he doesn't have Hebrew as a mother tongue, but still he is writing in Hebrew. العربية والثقافة العربية حاضران في هذا الأدب ويتفاعلان من خلال العبرية مع المجتمع الإسرائيلي ككل. But despite of that, we may see that the Arabic language is well presented in his work, even though he's writing in Hebrew, and the Arabic culture as well. وإلى قضية أخرى مهمة بعد قيام الدولة مرتبطة بتفاعل اللغوي. إن الواقع. And after 1948. We're going to continue about talking about the integration between the two languages. اللغوي للغة العربية في إسرائيل هو واقع مركب بسبب العوامل المتعددة التي ذكرناها أعلاه. The reality afterwards is very complex because of the reasons that we mentioned before. وهي لا تواجه أزمة الازدواجية اللغوية ديغلوسيا وحسب بل باتت تواجه مع تقدم السنين سيطرت لغة الأكثرية عليها اللغة العبرية بحيث تكونت لغة نسميها العربرية. So things were upside down. Now after 48 we may see that Hebrew is the language which is controlling the field because the Arabic speakers are the minority in the country. وهي لغة هجينة من العربية المحكية وكلمات وجمل من العبرية الآخذة في التغلغل في مجالات شتى ولدى فئات عمرية مختلفة. معظم السكان الفلسطينيين مواطنو دولة إسرائيل يتحدثون اليوم هذه اللغة الهجينة لأسباب عديدة منها بالأساس المكانة الاجتماعية والسكان. Most of the Arabic citizens in Israel nowadays use Hebrew in order to talk in their everyday conversations. بولا بالتعبير عن مصطلحات لا يعرفونها باللغة العربية وهذا يدل على مدى تدني المعرفة باللغة العربية ومدى ممارسة اللغة العربية. They may also use Hebrew phrases in order to describe something in Arabic that they don't know how to describe it. تحل هذه اللغة من حيث الاستعمال اليومي يعني عندما أدمج أنا العبرية الكثيرا في لغة المحكية تحل من حيث الاستعمال للمواطن الفلسطيني فوق اللغة الفصحى التي يتعلم بها الطالب العربي وهي This new language is even more important for the Arabic citizens, more important than the literature language because he's using this on a daily basis. اليوم بعد المحكية العربية من حيث وتيرة الاستعمال. ولضيق الوقت أود أن أوجد إحدى الظواهر الأكثر تأثيرا بين العربية والعبرية في إسرائيل والمحيط العربي. أقصد ظاهرة ترجمة الثقافة والأدب العربيين إلى العبرية والثقافة والأدب العبريين إلى اللغة العربية. And to conclude, I want to talk about the phenomena of translating cultural cultures from both languages. وعلى الرغم من أهمية هذا النشاط الثقافي برأيي يمكننا الادعاء هنا بدون شك أن عملية الترجمة من العربية إلى العبرية ومن العبرية إلى العربية لم
تساهم حتى الآن في تغيير جذري في الرؤية نحو الثقافة العربية في المجتمع الإسرائيلي أو نحو الثقافة العبرية في Despite المجتمعات. this integration between the two languages or the translating both ways, we can't see that this, we can't claim that this helped the Arabic citizens and the Arabic language, the talking language in the everyday basis. العربية ولم تحقق الهدف الأسمى لعملية الترجمة ضمن السياقات التاريخية للغتين، أقصد معرفة الآخر من خلال قراءة ثقافته وتخفيف حدة الخوف من الغريب الآخر الذي يسكن بجوارنا. And I mean the getting to know the foreign who's living right next to us and to not fear the foreign who talk another language. This didn't help in that field. وفقا للدكتورة عميد كوخابي فإن هذه الترجمة إلى حد كبير ترجمة شفافة، لقد تجاهلها غالبية قراء الأدب العبري وما زالوا يتجاهلونها على الرغم من أعدادها المتزايدة باستمرار ووجودها المهم وطويل الأمد. This translation was taken as transparent translation because it didn't have any effects on the citizens. الأدب المترجم إلى العبرية وبحسب كوخابي يصل عدد الترجمات إلى يقارب 6000 مادة مترجمة منذ نشوء الحركة الصهيونية. And according to Kochavi, 6,000 translations were done since 48. الصهيونية حتى عام 2017. Until 2017. يعني من الواضح أن هنالك زيادة. وفي نقاشنا حول القضايا الاجتماعية المتعلقة بالترجمة، نؤكد أن ترجمة الأدب العربي كما يدعي الدكتور يوني مندل إلى العبرية هي فعل يمثل الآخر على الرغم من أن كل ترجمة هي فعل تمثيل. According to the other Yoni Mendel, he thinks that translation also represents the other side. ولكن في الواقع اليهود الفلسطيني متعدد الثقافات، الترجمة من العربية إلى العبرية أكثر تعقيداً ومشحونة. But in our reality, translating from Arabic to Hebrew is very complex. بالعلاقات غير المتكافئة بين اللغات. Because of the relation between the languages. فما كانت الأدب العربي متدنية على رفوف الكتب العبرية. And because how we mentioned that the Hebrew language is more dominant and more controlling now. ولم تعد قائمة مثل دار النشر أندلس مثلا التي اختصت بالترجمة من العربية. There were a lot of translation companies like دار الأندلس who didn't continue translating. بسبب قلة عدد القراء وقلة الاهتمام العام، وهو أمر because of the lack of interest and the lack of readers in Arabic. إلى مثل الموقف العام في إسرائيل من الثقافة العربية وحالة تدريس اللغة العربية في المدارس ومكانة اللغة العربية. This is also represented in schools, which is also represented in the interest of the Jews in the Arabic books or literature. في البلاد وحقيقة أن اللغة العربية هي لغة في الغالب مرتبطة بتهديد أو عدو آخر غير مرغوب فيه. This reality is based on the political side because the two sides are kind of enemies. The Arabic is representing the enemy who is going to take this country. ويرتبط هذا برأيي بما عرفه محمد أمارة بتأثير من جيلس في نظريته حول الحيوية الإثنولغوية (ethnolinguistic vitality) التغيرات الثلاثة المتعلقة بحيوية اللغة وضروريتها، وهي متغير المكانة والمتغير السكاني ومتغير الدعم المؤسسات. ووفقا لهذا التوجه، فكلما كانت الحيوية اللغوية لدى المجموعات الإثنية كبيرة، كانت قدرتها على الحفاظ على هويتها الاجتماعية ولغة الأم في المجالات المختلفة أكبر، والعكس صحيح، وهذا ما قصدته. وأخيرا Many factors affect the وبرأيي المتواضع فإن على الدولة أن تساهم بشكل عميق
برفع country مكانة اللغة has العربية to وتفاعلها مع اللغة help والثقافة العبرية بدءا ذي بدء لدى help المواطنين العرب، لأن integrating لغة between the two in عربية order to سليمة raise كمركب awareness بارز في among هوية this الإنسان issue العربي and in order تخلق to إنسانا عربيا حيا إيجابيا give the حوارا Arabic citizens the مثمرا مع opportunity to بيئته be القريبة والبعيدة efficient and مقابل to be عربية successful ضحلة تنتج عربيا and therefore this ضحلة affects the منطويا language itself خاملا منغلقا على نفسه. وشكرا لحسن استماعكم. Thank you for listening.